طيب يا جماعة، أول سؤال أو الأسئلة التسعة هدول هي هون نهاية 3 س ضتا 2 س زائد قتا 3 س 2 س ضتا 3 س تربيع قتا ضتا قاطع 1 على 3 س قتا قتا ضتا ضتا قتا قتا ضتا انجتا ضل قتا ضتا وايش؟ وقتا. ماشي يا جماعة؟ لاحظوا الأسئلة هاي كلياتها ضتا قتا ضتا قتا. هاي الأسئلة بنرجعها لأصلها، رجعها لأصلها. كيف بنرجعها لأصلها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. القتا يا جماعة عكس ايش؟ القتا عكس الجيب. القتا عكس الجيب، يعني القتا تساوي واحد على جيب. القتا واحد على جيب، مقلوب الجيب قتا، مقلوب القتا جيب. طب الضتا جتا جيب. الضتا مقلوب ايش الضتا؟ الظل، واحد على الظل. ماشي؟ القتا مقلوب الجيب، والضتا مقلوب الظل. وطبعا القاطع مش راح نستخدمه يعني، بس ايوه القاطع مقلوب الجتا. القاطع مقلوب ايش؟ الجتا. ماشي يا جماعة؟ سهلة ولا صعبة؟ القتا مقلوب الجيب، واحد على الجيب. الضتا الضل. القاطع ايش؟ الجتا. لاحظ هون قتا مقلوب الجيب، القاف تصير جيم وبتشيل التاء، القاف تصير جيم وتشيل التاء. القتا واحد على جيب، فيش فيها تاء هي يعني. والضتا طبعا مقلوب مين؟ الظل، واحد على الظل. والقاطع مقلوب مين؟ الجتا. القاف تصير جيم، فيش تاء، بنحط ايش؟ حط تاء. طيب بدنا نحل هسه، ناخذ رقم ايش؟ واحد. رقم واحد اللي هي نهاية 3 س ضتا 2 س زائد قتا 3 س س تؤول إلى صفر. هاي بنبلش، هاي النهاية، وسين تؤول لصفر. خلي 3 س برا زي ما هي. الضتا ايش بتصير؟ واحد على ضل. طبعا نفس الزاوية، الزاوية 2 2 س زائد القتا واحد على جيب 3 س زي ما هي. هاي ظل 2 س، لو في هون س بتصير على النظرية، صح ولا لا؟ لو في س بتصير على النظرية. وهاي برضه جيب 3 س، لو في س بتصير على النظري. طب هاي هالسين برضه دخل 3 س، وزع ال 3 س. طبعا هذا توزيع بصير، شو بصير؟ توزيع. انتبهوا يا جماعة، في شغلة راح تقابلنا كمان شوي عشان تكونوا ايش صاحيين لها. لما يكون عندك زي هيك ألف وهون باء زائد جيم، كيف بتوزع الألف؟ ألف مع باء، ألف مع جيم، بتصير ألف باء زائد ألف مع جيم ليش؟ ألف جيم. ألف جيم. طيب افرض هيك، ألف تربيع باء زائد جيم، كيف بتتوزع هاي؟ برضه ألف تربيع مع باء، بتصير ألف تربيع باء زائد ألف تربيع مع جيم، ألف تربيع جيم. ألف تربيع جيم، ما في مشكلة. طب لو كانت زي هيك، ألف تربيع باء ضرب جيم، نفس الشيء. ايش نفس الشيء؟ بس بتصير الألف هسه لو كتبت زي هيك، ألف تربيع مع باء ضرب ألف تربيع مع جيم، هذا غلط. هذا ايش؟ غلط يا جماعة. ماشي؟ الضرب ما بتوزع على الضرب، الضرب ما بتوزع على الضرب، بس بتوزع على الجمع والطرح إذا كان. طب هاي شو بعمل فيها؟ هاي ايش بسوي؟ لنفترض بدك الألف تربيع، هاي الألف تربيع عبارة عن ألف ضرب ألف، مظبوط؟ بتوزع ألف. إذا بدك واحدة منهم تعطيها للباء وتصير ألف باء بعدين ضرب، الثانية مثلا تعطيها لمين؟ للجيم، ألف ألف ايش؟ جي. خلاص مفهومة؟ ولو تكعيب، لو تكعيب نفس الطريقة، تقسم. ايش بتعمل فيها؟ بتقسم. طيب ما علينا، نيجي لهاي نهاية 3 س، 1 على ظل 2 س زائد 1 على جيب 3 س،
طبعا لما وزع السين هاي بضربها مع التنتين، يعني سين رح تيجي هون وسين رح تيجي هون. طبعا انا لما بضرب مع البسط ولا مع المقام؟ مع البسط. بضرب مع البسط، يعني السين رح اضربها مع مين؟ مع الواحد. والسين مع مين؟ مع الواحد. هسا بضرب سين مع ظل؟ لا طبعا. سين مع الجيب؟ برضو لا. اذا نهاية سين تولي الى صفر. اضرب ثلاثة سين كلها ولا بس اضرب سين؟ ثلاثة سين مثلا حق ثلاثة سين كلها؟ بينفع اضرب انا سين ثلاثة سين بواحد؟ بينفع. طب خلص اضرب سين. هاي ثلاثة سين على ظل اثنين سين زائد ثلاثة سين بواحد برضه ثلاثة سين على جيب ثلاثة سين. سين تقول له صفر. طبعا ايش صارت على شكل النظرية؟ مظبوط ولا لا؟ شو بتطلع هاي؟ ثلاثة على اثنين. ثلاثة على اثنين زائد واحد زائد ثلاثة على ثلاثة اللي هي كام؟ واحد. ماشي. ثلاثة على اثنين واحد ونص. ثلاثة على اثنين واحد ونص زائد واحد اثنين ونص. اثنين سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. ايش فيها مشكلة؟ ماشي؟ وتسألوا شيء؟ لا بدناش نسأل. ها؟ لا بدناش نسأل. طيب إذا هاي بتطلع 2.5، أول وحدة 2.5. لو وزعنا السين عادي نفس الكلام. الجواب مضروب 3 صح؟ الجواب مضروب 3. طيب سهل. يجي رقم 2. رقم 1. رقم 2 نهاية بده نهاية 2 سين ضتا 5 سين وسين تقول له صفر. طب هاي سهلة جدا. صلوا على النبي يا جماعة. برجع الضتا تصير نهاية سين تقول له صفر 2 سين ضرب الضتا اللي هي مقلوب الظل 1 على ظل 5 سين. اضرب 2 سين مع الواحد بتصير نهاية 2 سين على ظل 5 سين. سين لو قلنا صفر ليش بتطلع؟ 2 على 5 2 ونص 5 على 2 ونص. عارف انا مستخدمها. ماشي يا جماعة. إذا هو بيطلع ايش؟ 2 على 5 بلاش شيء سهلة جدا. رقم 3 نروح على رقم 3. يلا هدول سنات النساء جيبوا زين بالوزارة هدول معقول؟ بيجيبوا ليش لا؟ ولا بيجيبوا من عباب الوزارة؟ لا بيجيبوا بيجيبوا صدق جابوها يمكن ثلاث مرات زي هيك قتا ثلاثة سين غتا سين يا عزيزي مش أصعب اثنين سين قاطع خمسة سين الخطا واحد على جيب. طيب خلينا نحولهم هدول نهاية سين تقول صفر ثلاث سين تربيع خليها ثلاث سين تربيع القتا واحد على جيب واحد على جيب ثلاثة سين ضرب الضتا واحد على ظل واحد على ظل اثنين سين. طب القاطع واحد على جتا اثنين سين واحد على جتا الخمسة سين خمسة سين. طب ماشي هسه هاي بدها ايش؟ بدها سين بدها سين. ابو هاي سين بدها سين. ابو هاي ما بدها سين. هاي ما بدها سين هاي هي جتا هاي ايش؟ جتا والجتا تعويض مباشر. ايوه تعويض مباشر جتا صفر واحد. الجتا ايش يا جماعه؟ تعويض مباشر. الجتا مش داخله معنا في النظريه طلعت. طيب هون في كم؟ سين تربيع خلاص بعطي واحده لهاي واحده لهاي طبعا مش توزيع لا هي فك السين تربيع واحده هون واحده هون يعني بتصير نهايه سين تقول لصفر. خلي الثلاثه برا سيبنا منها ولا خدها خليها برا يا زلمه سين تربيع باخذ واحده من السين تربيع مع الجيب سين على جيب ثلاثه سين واحده كمان مع الظل واحد على ظل اثنين سين وهي ضرب واحد على جتا هاي خمسه سين بعدين ما ليش ما عطيت سين حتى وين؟ ماشي؟ ها بتصير هاي ثلاث ضرب طبعا هاي حسب النظرية شو بيطلع الجواب؟ واحد على ثلاث مش ثلاث بيطلع هون واحد واحد على ايش؟ واحد على ثلاث ضرب واحد على اثنين
ضرب واحد على جت الصفر. هاي جت الصفر ليه كم؟ واحد. طبعا ثلاث مع مع ثلاث نص، هاي واحد على واحد واحد، نص ضرب واحد يطلع الجواب ايش؟ واحد ونص. نص برضو بختبرك كمان عادي. ميت ميت. هاي نص. هاي واحدة طلعت نص. ثلاث. وهذيك شو طلعت طيب؟ اثنين ونص. هاي لا خمسة، اثنين على خمسة طلعت. ايوه اثنين ونص. فكرها تكذبش. طيب؟ مع عبد العزيز؟ سهل هذا الكلام؟ سهل جدا. طيب، تاخذ رقم أربعة؟ طيب، رقم أربعة. دخلنا حل احنا بس طول بها، انحادوا وخلاص. عندنا موقفين في وجهنا زي هيك. رقم أربعة اللي هي نهاية سين تحول لصفر واحد على ثلاثة سين قتا خمسة سين. خمسة سين. طيب وين هي؟ هاي قتا خمسة سين. قتا خمسة سين هاي جاني جاهزة. واحد على قتا خمسة سين. واحد على قتا يا جماعة اللي هي ايش بتصير؟ جيم. واحد على قتا جيم، او القتا لما طلعها لفوق شو بتصير؟ بتصير جيم. خمسة سين على ثلاثة سين. لا تمزح تمزح يا استاذ. اه نشوف معروفة. خمسة على ثلاثة. اثنين نحكوا فيها. اه بس القتا، القتا لما طلعها لفوق شو بتصير؟ بتصير جيم. جيم خمسة سين على ثلاثة سين، خمسة على ايش؟ على ثلاثة. نمزح ها مزح. طيب رقم خمس. نهاية سين تقول لصفر خمس سين مستلات قتا تربيع ثلاثة سين ضتا اثنين سين. نحوله. حولوها؟ تحولون يعني البوكيمونز. ماشي. نهاية سين تقول لصفر هسه خمسة سين مستلات ضرب القتا لما حولها شو تصير؟ واحد على جيب تربيع ثلاثة سين ضرب الضغط اثنين سين واحد على ضل اثنين سين. كويس. بس الجيب تربيع السين تكعيب بدي افكفكها. سين تربيع. اه للجيب تربيع اخذ لها سين تربيع. للجيب تربيع اخذ لها سين تربيع والسين تكعيب يضل منها سين لمين؟ للضل. هلها نهاية سين تقول لصفر خلي الخمسة هون ضرب حكينا السين تكعيب باخذ منها سين تربيع هون اللي هي سين تربيع الياس على جيب تربيع ثلاثة سين وباخذ سين لهناك سين على ظل اثنين سين. هون الجواب طبعا راح يطلع خمسة ضرب ايش بتطلع هاي يا جماعة؟ واحد على تسعة. انتبهوا الآن انتبهوا الآن. طبعا إذا شلت التربيع من هون ومن هون وخليته للكل احسن. لا ولا احسن ولا شيء. هون طبعا في ايش؟ واحد. واحد على ثلاث. واحد على ثلاث تربيع. تربيع هذا روح التربيع. ضرب هون واحد على اثنين. واحد على اثنين. طبعا تطلع خمسه ضرب واحد على تسعه ضرب واحد على اثنين. يطلع الجواب خمسه على ايش؟ خمسه على 18. خمسه على 18. هاي رقم ايش؟ رقم خمسه. ماشي يا جماعة. أربعة خمسة ثلاث خمسة ثلاثة وهي خمسة على 18. ستة وصلنا عند ستة. رقم ست نهاية سين دولة بطا ثلاثة سين على قطة الأربع سين. ثلاثة سين على قطة الأربع سين. قطة أربع سين وسين برضو طول ليش إلى صفر. إيش نعمل؟ حول. إيش نسوي؟ حول. ماشي بنحول. نهاية سين تقول لصفر السل بطا لما تنزل تحت شو بتصير؟ ظل ثلاثة سين. والقتا لما تطلع لفوق شو بتصير؟ جيب أربعة
4 سنين. طبعا هاي مباشره شو بتطلع 4 على 3، بس لا بدها خطوه زياده هاي، ما بصير نكتبها مباشره 4 على 3، ولا شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بقسم البسط والمقام على س، يعني بصير نهايه س تولى صفر، جيب 4 س بقسمها البسط على س على، ممكن تحط نهايه كمان اذا بدك، يلا س تولى صفر ظل 3 س على ايش؟ على س. قسمت البسط على س والمقام على س زي اي ما كنا نسوي، يطلع الجواب 4 على ايش؟ 4. رقم 6. رقم 7. رقم 7 5 س نهاية 5 س قتا قتا س زائد ضتا 2 س، وعندي 8 7 و 8 خلاص 7 سهل ماشي؟ وانا نحلها حل حل سين تولى صفر، حل على السريع يلا جاهزين. نهاية سين تولى صفر، هاي 5 سين برا، القتا 1 على 1 عجيب زائد الضتا 1 على عضل 2 سين. طيب هاي بدها سين وهاي بدها سين، طيب هاي السين بتيجي للأولى وبتيجي للثانية، ليش يا جماعة؟ ليش صارت مع الأولى ومع الثانية؟ لأنه هذا جامع. جامع، طيب بوزعها توزيع، بوزع مش بقسمها تقسيم، بوزع. طيب فبتصير عندك نهاية سين تقول له صفر، خمسة سين كلياتها على عجيب سين، زائد خمسة سين على ظل 2 سين. هون الجواب بيطلع كم؟ 5 زائد 5 على 2، طبعا 5 على 2 2.5، 2.5 زائد 5 7 وايش؟ 7.5. سهلت؟ ماشي؟ 4 3 7.5. بدي احل 9؟ دخل 9 شكلكم 8 تحلوها بس القطع شو اسمه حل 9 9 هيا ايش 9 نهاية شكلي 8 8 اسم الكلية 1 ناقص ضتا س على قتا قتا س سين تؤول إلى صفر. طيب الضتا واحد على ظل الضتا يعني الظل منزل تحت. هسا سؤال، ينفع الضتا أنزلها تحت الظل؟ لا لأنه لا ما بينفع، لأنه شو في ناقص واحد، في واحد هيو واحد ناقص، وما بينفع الضتا لحالها نزلها تحت الظل. طيب شو بعمل؟ خليها لفوق نهاية سين تؤول إلى صفر، ها واحد ناقص الضتا واحد على ظل، والقتا واحد على جيب. اه هذا بصير ايش نعمل؟ بصير بطلعها لفوق عادي ما في مشكلة. معي؟ خليها الأول، القتا واحد على جيب. على جيب. ماشي يا جماعة لحد الآن؟ طيب، خلينا نسوي لكم إياها شوي شوية. تصير نهاية س ولا صفر، واحد ناقص واحد على ظل. المفروض ان ايش؟ تقسيم جيب واحد على جيب، مضبوط هيك؟ المفروض ان هي تقسيم واحد على جيب، فانا بخليها ضرب جيب على واحد، يعني ضرب جيب. معي كيف صارت؟ مفهومة كيف صارت هاي؟ طيب اضرب الجيب بتصير نهاية سين تؤول لصفر جيب سين جيب سين ناقص جيب سين جيب سين على ظل سين مقسم على سين. طب استاذ اللي فوق ناقص طب واحد ناقص ضرب س ايش؟ واحد ناقص ضرب س مالها؟ ما بظبط مطابقة ايش المطابقة؟ ايش مطابقة واحد ناقص؟ عندك واحد ناقص ضغط تربيع بس اختي لواحد جديد ماشي يا جماعة؟ طبعا هاي على النظرية صح ولا لا؟ اللي هي بتصير نهاية كلهم مش قسمهم على سين؟ سين تقول لها صفر، لا هذه لحالها جيب سين ناقص، طبعا هاي بتصير جيب سين
على سين على ظل سين على على سين. طيب ايش هاي؟ طيب ليش ما قسمناها لحالها؟ هاي ايش يا جماعه؟ جيب سين واحد تعوض مباشر. فايش فيها؟ لا وسط ولا مقام. جيب سين سهله جدا. جيب سين جيب الصفر بصير هون جيب صفر ناقص طبعا هون واحد على واحد. جيب الصفر صفر صفر ناقص واحد يطلع الجواب ايش؟ سالب واحد. يطلع الجواب سالب واحد. ماشي سهلة؟ فيها مشكلة هاي؟ سهلة ولا ايش؟ شوية بس سهلة. هيدا كم مرة؟ لا لا سهلة. سهلة؟ سهلة. طيب هاي خلصنا النوعية ايش؟ النوعية حلوا ثمانية يلا ثمانية. حلوا ثمانية لحالكم. يبقى يطلع سالب واحد. يلا عشان ناخذ ايش؟ نوعية نوعية جديدة من الأسئلة متطابقات. نيجي لنوعية فيها متطابقات.